مرحبا يا حلوين، اهلا وسهلا فيكم. وين كنتم؟ وين كنا؟ اهلا وسهلا فيكم. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، تحدي جديد. قبل ما نبلش لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لحتى يوصلكم كل جديد. ويلا نبلش تحدي اليوم. تحدي الاضرب الغامضة هي عبارة عن 13 في قدر هدية غامضة بالاضافة على قطعة من هدايا. قبل ما نبلش تحدي بدنا عدة بطاقات، يعني الحجر رقم قص عشان نعرف مين حيبلش. تلفون وبكلة كرام وهاجين وحبة كندر. هذه وكلة حلوة، جيلي هاي، كندر جاي، صابونة، إيش كمان؟ وكلة. ساعة ووسط فلامينجا وشوكولاتة نوتيلا. اختار ايش من الصندوق. اختار ايش من الصندوق. بصص احد يعني كده حاقب كندا جاي. حلو كندا جاي. رقم 11. 11 من رقم 11 قليلا. 11 شو قاعدة في أسيتون؟ أسيتون والمناكير. المناكير ضروري. 12 رقم 4
قانون اللعبة يا جود. يلا يا ريما. معلش يا ماما. مش مشكلة خلاص، كل واحد يحط لعبتها بالصندوق. يلا خلينا نكمل اللعبة يا بنات. خلينا نكمل. دورك يا جود. دورك يا ماما. علشان ما في جولة ثانية بعديها أنا هالشي اسمي. اختار أي شيء متنا بدك تختار كيس ولا من عدة؟ كيس. هيها ترى لي هاي حبلة. بكون خلاص التحدي وهاي المدارس اللي عطينا من فاني اج لا تنسوا تعملوا لايك وشير.